هل ترث الشقيقات الأخ الميت الذي ليس له ذرية؟ يرثنا الثلثين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والزوجة ستأخذ نصيبا وإخوته الذكور سيأخذون نصيبا بعد ذلك. حكما يقول عفوا الباعدون من أصحاب الحق الفرائض بها الله فما بقي في الأولى رجل ذكر.